كيس لسان عصفور، بصلة مفرومة، جزرتين مكعبات، عايزة كمان فلفل رومي أحمر، مشروم فريش، كوباية بسلة، زبدة، مكعب مرقة وبابريكا وملح وفلفل اسود. مقاديرنا بسيطه جدا، سهله جدا. اختياراتنا في الخضار ترجع لنا، يعني احنا لو عايزين نضيف مثلا بروكلي ممكن نضيفه، عايزين نشيل المشرومز هنشيلها، عايزين نحط فاصوليا فتمام، اختاروا الخضار اللي انتوا عايزينه. الوصفه دي الى حد ما حساها صحيه وما فيهاش حاجات كتير ممكن تكون بتتخن، يعني طبعا هي بصوا لسان عصفور كده كده بيتخن يعني، بس هناكل منه قليل وفي نفس الوقت مش هنحمره وهنتعامل معاه معاملة المكرونة. فاحنا لو لينا مثلا حوالي 4-5 معالق مكرونة على ما ناخدهم من لسان عصفور هنكون شبعنا. ده ايه بقى؟ كمان داخل معاه خضار، فده حاجة لطيفة للتغيير. عادي جدا ان احنا بناكل نشويات بس في نفس الوقت بنحط خضار كتير قوي مع النشويات بتاعتنا علشان يظبط معانا بقى ايه بقيه الاحتياجات اليوميه يعني. فيلا بينا احنا هنسخن الحله، هنحط الزبده والزيت، مش هنحمر بقى النهارده اللسان عصفور. اللي عايز يحمره على فكره يقدر يحمره عادي، ولكن الوصفه دي بيتحط فيها لسان عصفور كده ابيض زي ما هو. سيحنا الزبده والزيت، هنحط البصل، بصل مكعبات كده، نلبس الجلوفز ونقطع المشرومز. احنا كل الخضار هنشوحه وناخده تشويحة حلوة كده. احنا ممكن بقى نقطعهم ايه صغنطتين كده على قد ما نقدر علشان احنا مش عايزين المشرومز هنا تكون يعني كبيره قوي. لسان عصفور هيخلينا نقطع كل الخضار على قد ما نقدر صغير. البصلايه بتتشوح وعايزين نبص عليها، روح بص عليها يلا بينا، مش عايزينها تصفر قوي وتبقى تقليه. هننزل على طول بالجزر مع البصل كده. على فكرة ممكن تحطوا فصين توم إذا بتحبوا التوم زي حالاتي يعني، أنا بحبه قوي. هننزل بالبسلة كمان. تقلبتين تلاتة كده وهننزل بالمشرومز. تعالوا ننزل بالشوية اللي قطعناهم. المشرومز من الحاجات اللي بتحلي الاكل بصراحه، فعلا بيحلي الاكل. ليه نكهه بس عايز حد بيحبه، يعني في ناس بتقول لك ايه انا اصلا ما بحبوش، انا لا انا احبه جدا يعني. والانواع المختلفه منه اللي طعم المشروم فيها احيانا بيكون اقوى من المشروم الابيض، زي المشروم اللي هو البني او البورتوبالو مثلا، من الانواع اللي انا بحبها جدا، نكهه المشروم فيها قويه بشكل. عشان كده لما نيجي نعمل مثلا شوربه مشروم بنستخدم فيه حوالي 4 انواع مشروم، كل واحد بنكهته. كل ما كترنا انواع وعملنا ميكس انواع كل ما ادينا طعم مكثف اكتر. قطعنا بقى شويه المشرومز الحلوين بتوعنا كده، ننزل كمان بالفلفل بس ندي المشروم تقليبه. ناخد بالنا ان عين البوتاجاز بتاعتنا تبقى عاليه اثناء التشويح زي ما احنا شايفين كده علشان الخضار ما ينزلش ميته والدنيا تمي مننا خالص. هي كده كده اكله بسيطه وسهله قوي وعايزه حد عايز ينجز، يعني انا النهارده عايز انجز واعمل اكله كده سريعه وفي نفس الوقت تبقى جديده هتنبسطوا بيها قوي. انا بحط المرقه بس. دلوقتي شوحنا كل حاجه زي ما احنا شايفين اهو، والحمد لله ان البوتاجاز سخن والحله سخنه والدنيا كانت ماشيه معانا في التشويح تمام. فاحنا لو بقى كان هنا في كميه
سوائل، ما كنتش هبقى عايزه انزل اللسان عصفور علشان الخضار منزل ميته وكده. انت العين بتاعتك شغاله وحلوه كده والحله سخنه، خلاص كله تمام، شوحنا كله، ننزل بقى باللسان عصفور بالشكل ده. طبعا اللسان عصفور برضو هيزيد، نقلب كويس كده، شايفه، وننزل بالملح وبالفلفل الاسود، كده اهو، وهننزل بالميه المغليه، او لو انت عندك شوربه وعايزه تميكس ما بين، عندك مثلا شويه شوربه لحمه، شوربه فراخ، براحتك، احنا كده كده حاطين مرقه. بس هنزل بالميه المغليه واسوي الكلام ده، افلفله بقى. هيدينا نتيجة هايلة. طبعا لو انت عندك مكعبات لحمة كنت عايزة تحطيها، عندك مكعبات فراخ عايزة تحطيها، برضو مفيش اي مشكلة خالص. هنفلفله، نقفل عليه كده ونسيبه بقى لحد ما يستوي والخضر يستوي كله، يبقى لسان عصفور بقى خلاص تمام قوي كده. رحت مطلعاه وغرفته، نقدمه، قدمت عليه شوية بسلة تكون مسلوقة، مسلوقة ضروري، ما تحطوهاش نية عشان تفضل خضرة وحلوة كده.